كناك ما كاينش راك كنتي كتلعب ماتش اميكا كتلعب مع ضد ليكيب بريمير راه كنا كنموتو مع ليكيب بريمير راه المدرب تيدوخ تيقول اخويا بزاف من هادو خصهم يطلعوا دابا ليكيب بريمير فهمتي شنو كان مشكل كنا خالقين مشكل ليكيب بريمير يعني لاعبين بزاف كاين فائض ديال اللاعبين اللي في المستوى اللي ولاد الفرقه اللي بزاف فهمتي شنو نقول لك يعني دابا ما كاين هاد المشكله دابا كيصل جونيور كيصل جونيور وقيله الدراري اللي طالعين غير بلاج انا ما كنعممش كاين انا كنظن غيكونوا لاعبين يخليو كما تنقولوا المدرب يخدم هذا المدرب اللي جا اللي هو العسكر خليه يخدم فهمتي وعطيه يتفرج هو في ليسبوار يريح يشوف يقدر يبان لي شي اضافه يقدر يبان لي شي واحد في المستوى يقدر يدخل لي في الجروب حيت ما تنظنش ان فرقه تكون عندنا يعني اسبوار يعني فيها تكون شي 30 واحد ولا أوكي. ولا هذا ما غيكونوش فيهم واحد ثلاثه ولا اربعه ديال الدراري اللي نقدروا نخدموهم اكثر فهمتيني نتمنوا بن عسكر يعني يحاول يرد البال للاعبين اللي كاينين في الاسبوار يعطيهم الفرصه ديالهم خصوصا في الوقيته هذه لان الوداد مقبل العام الجاي على بزاف ديال التظاهرات من كاس العالم من البطوله من العصبه يعني صعيب يعني من دابا خص داكشي اللي خصو يدار دابا يحاولوا يعني يخليه يخدم كما تنقولوا يشوف شي لعاب يطلع شي دراري يطيني مع ليكيب بريمير يدير فيهم الثقه ويدخلهم يزعم بهم كما تنقولوا حتى ديال وقيته حيت هذوك الدراري ان شاء الله يلعبوا واحد ثلاثه الماتشات ولا اربعه هذا العام راه كيعاونوا بزاف كما انا نهار كنت طلعت يعني ما طلعتش من الاول ديال العام يعني دخلت من النص ديال العام صافي طلعوني هذا لعبت الاخر ديال العام كما تنقولوا واحد سبعه ديال لي ماتش عاونوني بزاف يعني العام اللي موراه مابقيتش كنحس براسي جديد كنحس براسي راني جديد ولكن راه لعبت فهمتيني غيقدروا يطلعوا صحابي خصهم يلقاوني انا شويه فهمتيني ماشي يلقاوني انا يلاه طالع غيقدروا يطلعوا الدراري موراي خصهم يلقاوني حتى انا ديال لي ماتش نعاونهم حتى انا فهمتي يعني كان ما يدار كما كنقولوا كانوا الدراري كان فائض ديال الانتاج ديال اللاعبين المزيانين والله ما نكذب عليك الا كنتي كدوخ الا كتفرج في الجونيور ولا سبوا كتقول لاعبين ضاعوا وكتشوف فيهم كيضيعوا حداك تير ليكيب بريمير فيها لاعبين في المستوى واللاعبين اللي طلعوا تما في مستوى عالي نتمناو اخويا حنا كوداديين اننا بغينا نشوفوا ولاد الفرقه بزاف يعني في مع ليكيب بريمير صراحه انا اخويا انا من الناس اللي نصبروا اخويا الا كنا نصبروا ما نصبروش حنا العام الجاي لانه صبرنا اوريدي هذا العام هذا نتمناو الصبر الا كان شي صبر غيكون في هاد الست الماتشات اللي باقين نتمناو خصو يدار داك اللي خصو يدار يخليو المدرب يخدم فهمتيني وان شاء الله نتمناو انه يرد البال للاعبين ديال ليسبوار ويعطي الفرصه لمن تستاهل يستاهل ان شاء الله.